بعد يعني انتهاء قضاء 10 ايام تم الاستخلاف الفريق الثاني بعدما تم تجهيزه مؤخرا يعني عند انطلاق الفريق الاول. دائما متواصلون في اغاثه ومساعده الاشقاء الليبيين. هذا الفريق اليوم 77 عنصر بالاضافه الى 10 عناصر باقيه في ليبيا من قياده المركزيه وقياده العمليات والمانجمنت. كل الفريق يعني يمتلك كل الاختصاصات التي يحوزها الفريق الاول من عده اختصاصات، خاصه دعم الفريق هذا باكثر من غطاسين، ان منطقه التدخل انحصرت كثيرا على مستوى البحر سواء في عرض البحر او شاطئ البحر، بالاضافه الى فرق البحث والانقاذ تحت الردوم، الفرقه السينوتقنيه، الاطباء المختصين في اداره الكوارث، قياده اخرى اللي في اداره المانجمنت والعمليات ارسلت، بالاضافه الى معدات ثقيله اخرى خاصه يعني خاصه بالتدخلات في حاله فيضان. وبعدما تم التعرف على يعني حيثيات الوضع عن كثب وعن قرب يعني تم يعني اعطاء كل التعليمات الضروريه للقدوم بكل التعزيزات سواء من العنصر البشري من الخبره البشريه او المعدات الضروريه لمواصله عمليه الانقاذ. فيما يخص الخبره والكفاءه اللي تحوز بها فريق الحمايه المدنيه حتى الان 198 ضحيه تم انتشالها من تحت الانقاض. ان شاء الله يتم استخلاف هذا الفريق يعني عند وصوله سيزامن مباشره عمليه الانقاذ مواصله في انتشال كل الضحايا.